ومعانا برضو من اخبارنا من فيتو اهلي 2001، هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه. اهلي 2001 يفوز على الزمالك بثنائيه نظيفه في قمه بطوله الجمهوريه. طبعا لازم نحيي الكابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2001 وكل الجهاز الفني، مباراه رائعه. ده من الفجر، يعني احنا متاسفين ده من الفجر. مباراه رائعه، فوز 2-0 على الزمالك في ملعبه في 100 عقبه، واداء كمان مع النتيجه اداء رائع لكل لعيبه 2001. معانا تليفون دلوقتي الكابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2001. ازيك كابتن احمد؟ ازيك كابتن اسامه؟ الو الو، ايوه يا كابتن اسامه. يا كابتن احمد ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله زي حضرتك، وبرحب بيك وبرحب بالساده المشاهدين. ما شاء الله، نتائج فوز على الزمالك في ملعبه 2-0، بعد كده بروح اسماعيليه فوز على الاسماعيلي في ملعبه 3-1، اداء رائع ونتائج رائعه. كلمنا بقى عن الاداء والنتائج الحلوه دي. يمكن الحمد لله، وبشكرك كابتن اسامة على الكلام الحلو ده على الفرقه. يمكن حضرتك ده يمكن داعم رئيسي لينا من خلال برنامج حضرتك. تمام. يمكن الحمد لله الولاد، مباراه الزمالك طبعا انت حضرتك عارف في المنافسه الحمد لله كان بين القطبين الاهلي والزمالك. يمكن انا بنيت محاضرتي وبنيت الكلام طبعا في المباريات دي فنيا. تمام. محتاج اكتر من ان انا ابني شخصيتي. انا استمديت كلامي والله العظيم من كلام كابتن محمود الخطيب، يمكن اتكلم معانا في اول السيزون كمدربين، يمكن شخصيتي البطل في المواقف دي وشخصيه لاعب نادي الاهلي. يمكن الحمد لله بنيت كل محاضراتي عن نفسيا. مهم جدا الشخصيه دي يا كابتن احمد، انت عمال تتكلم عليها دي، ان لعيب النادي الاهلي يتحلى بالشخصيه. طبعا هو مع شخصيه البطل بتظهر في المواقف دي. يمكن كمان انت عارف يمكن من اصعب مباريات الزمالك من 20 سنه ولا حاجه و20 سنه ان احنا نلعب في قلب نادي الزمالك. تمام. يمكن دي برضك من ضمن المواقف اللي دايما لازم تحفز فيها اللعيبه. الولاد ادوا على اعلى مستوى، نفذوا كل اللي احنا قلناه. يمكن تحلوا كمان بالاخلاق، ودي ميزه في لعيبه النادي الاهلي. ربنا كلل جهودنا الحمد لله بالفوز. يعني قول لنا بقى اخبار المكافئات ايه؟ كابتن فتحي مبروك صرف اجاده اللعيبه ولا ايه الاخبار؟ هو كابتن فتحي طبعا كان معانا في المباراه، كمان معانا في مباراه الاسماعيلي كمان في الاسماعيليه. تمام. طبعا كابتن اشد باللعيبه كابتن فتحي، وعدم ان شاء الله في مكافاه الاجاده. ممكن لسه احنا ما شفناش مكافاه كابتن، فانت حضرتك ممكن تقول ممكن تحرك بس عشان الصوت يا كابتن احمد. كده افضل. كده كويس. كويس. اتفضل. كابتن فتحي كان قاعد، كان حاضر معانا مباراه الزمالك طبعا، وحاضر مباراه الاسماعيلي. يمكن شاف الاداء وقوه شخص اللاعب في المباراه. يمكن وعدنا بمكافاه، يمكن ان شاء الله تبقى يعني الفتره الجايه ان شاء الله تصرف اللعيبه ان شاء الله. ان شاء الله حقكم طبعا، لازم نشيد بيكم، لازم كابتن احمد سراج والجهاز الفني وفريق 2001 لازم ياخد حقهم. فرصه وانت معانا بقى، عايزك تطمنا وتطمن كل جماهير النادي الاهلي على شادي رضوان. يعني اصابه في الاول، عمل عمليه، رجع تاني الملعب، الاصابه تكررت تاني يا كابتن احمد. يعني عايزين نطمن كل الجماهير على شادي رضوان. الحمد لله. يمكن شادي فعلا زي ما انت قلت يا كابتن، لسه خارج من العمليه الاسبوع اللي فات. تمام. يمكن ركب شريحه ومسامير في كتفه. ان شاء الله يعني هو المعدل دلوقتي ماشي كويس مع شادي، واخد راحه سنتيه لمده 3 اسابيع. تمام. ان شاء الله يمكن شادي خلال شهر او شهرين ان شاء الله بعد الاجازه دي ان شاء الله يكون موجود في الملعب. ان شاء الله نتمنى له السلامه ويرجع بسرعه. يعني شادي رضوان من اللعيبه المميزه في فريق 2001. 2001 متصدر دلوقتي الجدول يا كابتن احمد، صح؟ يمكن الحمد لله. يمكن كان مباراه الزمالك دي اخر الدور الاولاني. تمام. ولعب مباراه الاسماعيلي اول مباراه في الاسماعيليه. تمام. فوزنا الحمد لله. يمكن احنا دلوقتي جدول الترتيب الحمد لله احنا في المقدمه. يمكن من اول اسبوع لغايه دلوقتي ربنا يحفظهم ان شاء الله. فارق عن طلاع الجيش بحوالي 8 بونت. يعني طلاع الجيش في المركز الثاني، انت متصدر. احنا دلوقتي بنستعرض على الشاشه وانت معانا على التليفون جدول الترتيب. الاهلي لعب 18 مباراه، فوز في 15 مباراه، تعادل في 3 ماتشات، مفيش خساره. ليك 56 هدف ما شاء الله، اقوى خط هجوم، عليك 10 اهداف، الاول برصيد 48 نقطه ما شاء الله. انت متصدر عن طلاع الجيش في المركز الثاني بفارق 8 نقاط. ويمكن المقصه وايه
المقاصه ام في الثاني والرابع 15 فرق 15 بونت. اتمنى ان يبقى الموسم كله كده. يمكن انا بتكلم مع الاولاد ان بدايتنا زي لازم تبقى زي نهايتنا، هو النادي الاهلي كده. احنا بنعمل لشخصيه البطل، شخصيه البطل ما بتظهرش غير ببطولات. تمام. احنا بنخدم الفريق الاول، الفريق الاول هو ده الهدف بتاعنا. احنا هنطلع لعيب يمكن يخدم النادي اللي احنا اتربينا فيه وبنعشقه. تمام. بنشكر الكابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2001. شكرا جزيلا لك كابتن احمد سراج.